انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي 16 لمشروع أهل مصر اللي بيستضيف 130 شاب وفتاة من 6 محافظات حدودية. برنامج الملتقى بتنفذه وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية من خلال فعاليات ومن خلال أنشطة ثقافية وفنية كثيرة جدا. طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر. صباح الفل عليك يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا بك. يعني الفعاليات والأنشطة اللي بيشملها مشروع أهل مصر في دورته 16 كلمنا عنها. إحنا مشروع أهل مصر طبعا أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المناطق الحدودية. بينفذ تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني معالي وزير الثقافة من خلال الهيئة العامة لأصول الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني. المشروع بيعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ وتعزيز العدالة الثقافية والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر، وخاصة من أبناء المناطق الحدودية. بيجمع شباب مصر الواعد من أبناء المحافظات الحدودية دي اللي هم بيتمتعوا بروح الإبداع والإصرار على التغيير، باعتبارهم طبعا خط الدفاع الأول ليه. المشروع بيأتي على 3 محاور أساسية، وهو الطفل والمرأة والشباب. احنا في فئة الشباب قدمنا قبل كده 15 ملتقى في محافظات القاهرة وأسوان ومطروح والغردقة وبورسعيد وسيوة والوادي الجديد والأقصر والعريش واسكندرية، ودلوقتي احنا موجودين في دمياط في قصر ثقافة فرسكور. في بنستهدف فئات الشباب من سن 17 ل 25 سنة، وكمان الأهداف دي بعض الأهداف الأساسية اللي لازم بنحاول نحققها من خلال الفعاليات المقدمة. يعني تعميق فكرة الانتماء والمواطنة لدى الشباب دول بيتم من خلال المناقشات والحوارات اللي بتتم خلال الفعاليات، رفع المستوى الفكري للشباب وتطوير مقاومة الأفكار السلبية اللي بيموج بها المجتمع. طبعا حضرتك ما عارفين طبعا ان مصر غنية بتنوعها الثقافي، فتجاور الشباب من أبناء المناطق الحدودية ده بيتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بينهم، والتعرف كل شاب على تقاليد وعادات الشباب الأخرى في المناطق الثانية. يعني بنبقى قاعدين في عندي شباب من احنا بننفذ الملتقى دوت وجود شباب من محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر وشلاتين وحلايب أبو رماد مطروح سيوة الوادي الجديد أسوان، بالإضافة إلى شباب من القاهرة. تخيل حضرتك لما يكونوا كل دول قاعدين في مكان واحد في أسبوع واحد كل واحد ليهم شخصية العصف الذهني بنقدم لهم الأفكار من خلال الورش الفنية أو بالظبط. كنت عايز أسأل حضرتك يعني بتستعينوا بإيه وأنتوا بتناقشوا الأفكار دي؟ نعم، كنت لسه عايز أسأل حضرتك بتستعينوا بإيه وأنتوا بتناقشوا الأفكار دي؟ يعني مقاومة الأفكار السلبية، المواطنة، الحاجات دي بتستعينوا بإيه؟ يعني الورش اللي أنتوا بتعملوها مثلا؟ الورش دي طبعا الورش الفنية من الأدوات اللي بنستخدمها وإحنا شغالين معاهم دي، الورش الفنية، اللقاءات الحوارية بنعمل لهم، كمان في دوري ثقافي في مزارات سياحية بيتعرفوا عليها. الورش الفنية إحنا بنقدم لهم مجموعة كبيرة جدا من الورش الفنية، كل واحد فيهم بيختار الورشه اللي تقدر تتناسب مع موهبته او توجهه هو الشخصي. احنا بنعرفهم في البدايه احنا معانا ايه، كل مدرب او احنا طبعا بنستخدم او بنجيب اهم شيوخ الصنعه الموجودين، ولو مش موجود شيوخ صنعه بنجيب الاساتذه المتخصصين من الجامعات المصريه عشان يقدروا يدوهم كل المعلومات عن المهن او الورش اللي هم بياخدوها دي. يعني انا عندي ورشه مثلا طرق على النحاس، عندي النحت في جوهر الصدف، وده احنا واخدين بيه حق الملكيه الفكريه على مستوى العالم، احنا اول ناس في الهيئه العامه لاصول الثقافه عملناه. الديكوباج عندي، الحلي عندي، الاركيت بالاضافه طبعا الدراما المسرحيه الخياميه، التصوير الفوتوغرافي. الشباب طبعا بيبقى في حاله من الزخم طبعا موجوده، الزخم الفني بيقدروا من خلاله كل واحد يطلع الطاقه بتاعته في الورشه دي. طيب كمان في حاجات بنقدمها لهم، يعني حضرتك المزارات السياحيه ما بيتوفرش مثلا للشاب من اسوان ان هو يتعرف على شمال سيناء وجنوب سيناء او المزارات الموجوده فيها، فاحنا لما بناخدهم في كل ملتقى بنعرف كل الشباب على المناطق السياحيه دي، لازم يعرفوا مصر غنيه باماكنها السياحيه. ده من ضمن برضو الـ الحاجات اللي احنا بنقدر نقدمها لهم في الملتقى. تمام. استاذ احمد، يعني ممكن حد يتفرج علينا يقول ليه ابناء المحافظات الحدوديه؟ يعني بخلاف ان يعني
يمكن معانا بعضهم او عانت محافظات بعضهم من التهميش لسنوات طويله. ايه الهدف اللي عايزاه هذه المبادره ان هي تجمع ابناء المحافظات الحدوديه؟ جذب ابناء المناطق الحدوديه للمركز. انا عايز اهتم بيهم ان هم حضرتك زي ما بتقول تعانوا من التهميش لسنوات طويله، فاحنا بنعيد دمجهم في مجتمعنا مره ثانيه من خلال كل ما الاشياء اللي احنا بنقدمها لهم دي، ونعرفهم ان مصر طبعا مهتمه بيهم جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو بياتي الملتقى دوت علشان ناكد ان التزام الدوله بترسيخ العداله الثقافيه، بتوزيع العداله الثقافيه على مستوى الجمهوريه كلها. في كمان عندنا حاجات كثيره جدا بنقدمها للولاد ده من خلال الفعاليات. بنعمل لهم دوري ثقافي، يعني المعلومات العامه كل محافظه بتبقى قدام المحافظه الثانيه. في دوري رياضي، في حفلات سمر. حفلات السمر دي بقى من اهم الحاجات اللي احنا بنقدر من خلالها نعرف كل الفئات الموجوده على عادات وتقاليد الاقران في الاماكن الثانيه. يعني كل يوم في حفله سمر كل يوم بتقدمها محافظه شكل، بتعرفهم اهم الاكلات، اهم المشروبات الموجوده عندهم، اهم الرقصات، اهم الازياء الموجوده، بتبقى حاله كامله في كل يوم. مثلا النهارده حلايب وشلاتين، بكره بيبقى فيه سيوه، بعده بيبقى فيه شمال سيناء. فحضرتك اول يوم بيبقى فيه احساس كده بانه كل واحد بيبص للتاني كده طيب. انا عايز اتعرف عليه. في النهايه كلهم انا ما بعرفش مين من سيوه ومين بالزبط. من حلايب وشلاتين. وانتوا مختارين سن حلو قوي، يعني من 17 ل 25 سنه. الفرق بين الشباب بتوع، يعني الشباب اللي من سيوه، الشباب اللي ايه الاختلاف اللي ما بين كل واحد والتاني من محافظه مختلفه؟ ما انا بقول لحضرتك كل محافظه وكل او انت مش عارف الفرق بسبب الدمج، لكن يعني انت اكيد عارف الفرق بين مثلا الشاب السيناوي بالشاب اللي من سيوه. انت قادر تلمس ايه الفروق؟ الفروق بتبقى بعيده شويه، يعني عادات وتقاليد الشاب اللي في سينا غير عادات وتقاليد الشاب اللي موجود في اسوان. البنات في حلايب وشلاتين عاداتهم وتقاليدهم واللي اتربوا عليه غير اللي موجود مثلا في مطروح او في الوادي الجديد. فاحنا بنحاول ببساطه جدا ان احنا ندمجهم كلهم في مكان واحد، في بيئه واحده. بنخليهم في النهايه زي ما بيقولوا كده قماشه واحده او ميه واحده. مصر دي مصر، دي مصر كلها مصر، يعني في الاخر بتطلع قماشه واحده. حضرتك لما بيكون في الختام بنعمل المعرض الفني لنتاج الورش دي، بيبقى واقف في الورشه شاب للولاد اللي هم من سيوه، مع الولاد اللي من مطروح، مع الولاد اللي من القاهره، مع الولاد، يعني كلهم بيبقوا في ورشه. مثلا في 10، كل ورشه فيها 10 من 10 ل 15 فرد بتلم او موجود فيها بيئات مصر كلها مختلفه. حضرتك المنتج الواحد ممكن يشترك فيه واحد واثنين زي ما حضرتك شايف. ممكن يكون واحد من سيوه قاعد مع حد من اسوان، مع حد من الوادي الجديد، ثلاثه بيشتغلوا في قطعه واحده كل واحد بيحط فيها فكره. فتخيل الابداع اللي ممكن يطلع في القطعه الفنيه دي. احنا الجميل كمان ان احنا شايفين بنات كتير قوي مشاركين في الفعاليات. اهم حاجه من المعايير الاختيار ان نسبه الفتاه لا تقل عن 50% في المشاركه. هايل. بنشكرك استاذ احمد يسري المشرف التنفيذي لمنطقه شباب اهل مصر، كل الشكر ليك. شكرا جزيلا ليك يا فندم.